أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المصطفى الكريم. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يلتمسون مواضع رضاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعواته لهم. فجاء رجل من الصحابة فدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لبن النبي المصطفى فشرب، ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الأنصار فيعشونه أي يطعمونه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة لم يذهب لأحد، وعندما جاء سأل عن لبنه فما وجده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. فقام هذا الصحابي وقال: يا رسول الله، أنا الذي شربت اللبن، ظننت أنك ستذهب إلى الأنصار فيطعمونك. فقال: هل عندك من شياه؟ قال: نعم، هي شاة كبيرة السن وضرعها ليس فيه لبن. فجيء بها للنبي صلى الله عليه وسلم فمسح على ضرعها، فامتلأ الضرع لبنا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبمسه لهذا الضرع. فحلب النبي عليه الصلاة والسلام الشاة وشرب من معه، وحظي الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. فلتكن هذه الدعوة لجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.